برعاية وزارة السياحة انطلقت امبارح فعاليات مهرجان شيراتون معرض صيدنايا اللي تضمن تحية خاصة لعيد الجيش. لنتعرف أكثر على فعاليات المهرجان بصيرنا نستضيف معنا بالاستوديو السيد طارق كريشاتي مدير سياحة ريف دمشق. يسعد صباحك وأهلا يسعد وسهلا فيك. صباحك، يسعد صباحك أهلا وصباح فيك. المشاهدين. أهلا، صباح الخير أستاذ طارق. بالبداية خلينا نحكي عن مهرجان معرض صيدنايا، كم يوم رح يستمر وشو أبرز الفعاليات اللي ركزتوا عليها، وطبعا إذا في ضيوف مشاركين من خارج سوريا؟ طبعا بداية بمناسبة عيد الجيش، تحية خاصة للجيش العربي السوري والرحمة لشهدائه والشفاء العاجل لجميع الجرحى. مهرجان صيدنايا نحن طبعا تم تحت رعاية وزارة السياحة. هو عبارة عن مهرجان غنائي موسيقي، فعالياته بتندرج تحت الفعاليات الغنائية والموسيقية. بيستمر لمدة أسبوع تقريبا من الخميس للخميس، بيحييها مجموعة من الفنانين السوريين واللبنانيين. طب أهمية هالمهرجانات يعني بظل طبعا ال7 سنين اللي عم نعيشها، انعاش هي المناطق السياحية اللي رجعت آمنة بفضل الجيش العربي السوري، قد ايه مهم فعلا مثل هالمهرجانات تسليط السياحة الداخلية والضوء عليها؟ طبعا هاي المهرجانات يعني هي من ضمن خطط وزارة السياحة اللي وضعتها نحن في يعني نهاية الأزمة، هي بداية الترويج السياحي وبداية إقامة المهرجانات السياحية اللي لها أهداف كثيرة، أهمها هي إعادة البهجة والفرح لوجوه وقلوب الناس، تنشيط السياحة الداخلية. هي رسالة كثير كبيرة عن نصر سوريا، رسالة للدول يلي دعمت الإرهاب إنه سوريا الحمد لله رجعت بخير وأمان وانتصرت، رسالة للدول يلي ساندت سوريا بالقضاء على الإرهاب لزيارة هالمناطق والاستمتاع بطبيعتها الخلابة والاستمتاع بمصايفها، رسالة للمواطنين ولجميع المواطنين السوريين للتمتع بالسياحة الداخلية والاستمتاع بهالمناطق وزيارتها. طبعا مثل ما شفنا نحن سبق مهرجان البلودان وكان له نجاح أكثر من اللي الحقيقة نحن كنا متوقعينه، وهلأ نحن برعاية وزارة السياحة حاليا يقام مهرجان صيدنايا، ونحن كمان عم نحضر هلأ لمهرجان كتير ضخم إن شاء الله مثل مهرجان البلودان حيقام بصيدنايا بعد معرض دمشق الدولي. نعم، يعني رح نبقى بجو المهرجان ورح نروح نتابع مع بعض المادة اللي رصدتها زميلتنا ليا نحاس من المهرجان. خلونا نتابع مع بعض. بصيدنية لأنه بدنا نحتفل بعيد الجيش العربي السوري. من يومتها وأنا عم بسأل حالي شو ممكن الواحد يقول بهيدا النهار، وسألت يا هل ترى للجيش العربي السوري بالسنة عيد واحد وهو اللي بيخلق لنا على طول السنة بكل إنجاز بيعمله كل يوم، كل يوم إلنا بفضل الجيش العربي السوري عيد. ينعاد علينا بالنصر، واللي لفتني شغلي سريعة وقت اللي وصلنا أول ما قعدنا سمعنا غنية نسم علينا الهوى لفيروز اللي علمتنا الهوى والهوية العربية بصوتها قبل ما تعلمناها بالكتب. بعد شوي وقفنا طبعا على النشيد العربي السوري، فإلى ما طربنا إنشادا بغنية جوليا والقصيدة لسميح قاسم الشاعر الفلسطيني. ما بقى حدا يغني شعر فلسطين إلا بسوريا.
وأنا وعم بسمع النشيد العربي السوري طبعاً وكنت عم غنيه مثلكم ومعكم، انتبهت إنه كنا دايماً نردد إن كان النشيد الوطني اللبناني أو النشيد العربي السوري أو أي نشيد لأي دولة عربية بين مزدوجين، لأن ما بعرف قديش بعد في دول عربية. انتبهت لجملة حماة الديار عليكم سلام، كنا نرددها ببغائياً باعتبار هيدا هو النشيد اللي لازم كل يوم الصبح بمدارسنا أو بمجتمعاتنا أو بلجاننا بنشاطاتنا كشفياً لازم نردده. ولم ندري أنه سيجيء يوم ونغني حماة الديار ليس فقط لسوريا بل لكل الديار العربية. نبقى فيها وبنقوى وعز نكافيها إنسانية أمتنا سوريا الله حبيب سوريا الله حبيب سوريا الله يعني سالي واستاذ، يعني مثل ما تابعنا اجواء المهرجان كثير حلوه، ضمنت كلمات خاصه للجيش العربي السوري وايضا حفلات غنائيه وفنيه بتحيه للوطن والجيش العربي السوري، وضمنت شخصيات ايضا من لبنان كمان. قد ايه هذا كمان شيء مهم لفعلا انه نقول انه مهرجان صيدنايا اليوم بعد ما حرر الجيش العربي السوري من رجس الارهاب هو بدايه لخطوه او مهرجانات ثانيه تكون اكبر واوسع واشمل. إن شاء الله أنا مثل ما ذكرت لك إنه نحن هلأ بوزارة السياحة عم نحضر لمهرجان حيكون واسع جداً بصيدنايا، بيضم طبعا هذا هو مثل المكافأة لأهالي صيدنايا لأنهم حموا مدينتهم وحموا بلدهم من الإرهاب ودافعوا عنها وباستبسال ونزلوا الدم من أجل حماية مدينتهم. طبعا المهرجان حيكون فيه فعاليات ثقافية اجتماعية رياضية فنية أيضا وعروض موسيقية، مثل يعني ما ذكرنا حيكون مهرجان واسع وإن شاء الله حيكون إن شاء الله يا رب بيحقق الهدف اللي أنتوا تماما يعني. أستاذ طارق، خلينا نبقى كمان بأجواء السياحة. مثل ما بنعرف ظروف الحرب أثرت كتير على السياحة، ولكن تبقى السياحة الداخلية بهيدا الوقت هي هلأ لها الأولوية. قديش عم تشتغلوا على السياحة الداخلية والدليل هلأ المهرجانات؟ طبعا نحن الواقع الراهن يلي فرض نفسه اختفاء السياحة الخارجية واختفاء السياحة الأوروبية خلتنا نبحث عن البدائل. البدائل كانت هي تنشيط السياحة الدينية، تنشيط السياحة الداخلية اللي لقينا لهم بذور، فطبعا نحن سقينا هالبذور من أجل تنشيطهم. ومثل السياحة الداخلية طبعا نحن عم نقيم المهرجانات، عم نقيم الفعاليات بمختلف المناطق، أي منطقة يعني بحررها الجيش العربي السوري أو بحرر الطرق المؤدية لها بيجي دورنا نحن كوزارة سياحة لتنشيط هالمنطقة وإعادة الفعاليات السياحية والنشاط التجاري والاقتصادي بشكل عام لها. طيب كيف يتم اختيار المدن لإقامة مهرجانات فيها؟ الأولويات اللي أنتوا بتحطوها، وهل في خطط تانية لمدن أخرى تعملوا فيها مهرجانات؟ يعني نحن اليوم بسوريا عم نشهد هلأ كمان مهرجان بطرطوس، واللاذقية يعني كمان كان فيها مهرجان بيضم فعاليات كتير، فهل في خطط تانية لنعاش هاي المهرجانات؟ الحقيقة نحن في عنا مدن هي مدن سياحية تمتلك المقومات الكثيرة من السياحة، يعني نحن مثلا بلودان عنا تمتلك مقومات السياحة الطبيعية، صيدنايا تمتلك مقومات السياحة الطبيعية وتمتلك المقامات الدينية والكنائس الدينية الأسرية، يعني بنختار المناطق اللي تحتوي المقومات السياحية. طرطوس مثلا تمتلك الشاطئ الجميل، وادي قنديل، يعني نحن بنذهب للمناطق مثل ما حكينا اللي بيأمنها الجيش العربي السوري وبيأمن الطرق المؤدية لها وتمتلك مقومات السياحة الكثيرة. يعني يعني بسوريا كل معالم سوريا لها تاريخ ولها طابع خاص، في شيء عم تحضروا له او في مهرجان جديد عم تحضروا له؟ عرفنا عليه.
هلا مثل ما حكينا سوريا هي متحف مفتوح، سوريا طبعا. هي يعني بكل ذره من طرابها هي عباره عن تمتلك مقومات سياحيه. نحن المهرجان الجديد يعني عم نحضر له مثل ما ذكرت لك، عم نحضر لمهرجانين حاليا. انا بحكي لك عن ريف دمشق، يعني ريف دمشق عم نحضر لمهرجانين. مهرجان طبعا بالبدايه في معرض دمشق الدولي، معرض دمشق الدولي حيكون حيرافقه فعاليات غنائيه وفعاليات ثقافيه وفعاليات اجتماعيه، عروض، يعني مختلف أنواع الأنشطة، أنشطة متعددة، مختلف أنواع الأنشطة حترافق معرض دمشق الدولي. بعد معرض دمشق الدولي إن شاء الله حنحضر لمهرجان بسيدنايا، ومن ثم لمهرجان بسيدنايا، أي بمهرجان آخر بسيدنايا. هذا تقيمه بوزارة السياحة بالتعاون مع محافظة ريف دمشق. تماما. ومن ثم يعني في عنا هلا خلال هالموسم الصيفي عم نحضر كمان لمهرجان بمعلولة ايضا ان شاء الله. ان شاء الله يا رب هيك بالتوفيق، وكل المناطق بتشهد مهرجانات واقبال للناس وفعلا تنعش السياحه الداخليه. انا بدي اتشكر وجودك معنا وكل المعلومات اللي اعطيتنا اياها. شكرا لك لكم ولاسره الاخباريه السوريه جميعا. شكرا لك. فيك شكرا لك.